لو كان نحكي احنا شنو فيه الجازوز هذايا، معناتها هو فيتان ليكيد دونك نلقى فيه ماء، مالوريزمون كله سكر غاز ديزاغوم يعني منكهات وديكولورون يعني ملون. دونك هذا هو السائل اللي الناس الكل تحب تشربه. الكانات تقريبا فيها 33 سنتيلتر، الكانات راهي فيها 6 توابع نتاع سكر، اي تقريبا ما يعادل بين 28 و 30 غرام نتاع سكر. يعني انا لو كان جينا نعطيكم 33 سنتيلتر يعني خلينا نقولوا كيس كبير، كيس كبير نعبيه بالماء ونحطه فيه 6 توابع نتاع سكر، هل تنجم انت تشربه ولا لا؟ ما ينجموش اكيد ما ينجموش، على خاطر هوني الحلاوه هي هذيك مغطيه بالغاز ومغطيه بالملونات وبالمنكهات، فهذاك انت اللي باش يخليك تشربوه. انت كي تاخذ الكاس هذيك نتاع الجازوز راه باش يعمل بيك كبيره نتاع جليسيمي ولا نتاع ارتفاع السكر في الدم، هذايا راهو بطول المده باش تعبلنا البنكرياس. البنكرياس هو العضو المسؤول على افراز هرمون الانسولين اللي هو باش يعدل السكر في الدم. انت بطول المده تعطيه جازوز وتعطيه معناتها حاجات حلوه، معناتها الجازوز مع الحلويات الاخرى، معناتها مش كان احنا نستهلكوا الجازوز وحده، فهذا راه طول المده باش يتعب لنا البنكرياس. وبالطبيعه هوني مالوريزمون اغلبيه التوانسه ولا عندهم مرض السكري اللي هو ولا يجي حتى يعني عند الصغار شويه في العمر. نحكي هوني معناتها الصغار، مانيش نقصد الاطفال، لا نحكي 30 35 شباب في فئه الشباب.